أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، موضحة أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو من عام 2024. وأشارت الحكومة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش وموديز وستاندرد أند بورز بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، ذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و 4.6% في السنة المالية 2025-2026. أعلنت الحكومة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة بأن تلك الصادرات بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16.551 مليار دولار مقابل 15.074 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خلال مرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير مع ترقب المتداولين لأي إشارات على زيادة الطلب خلال فصل الصيف لدعم الأسعار رغم وجود معروض قوي في السوق يهدد بإضعاف المكاسب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 84.9 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% إلى 80.18 دولارا للبرميل. وفي المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.51 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.22% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في شهر أبريل، وذلك من 6.4 مليون برميل يوميا في شهر مارس. وأضافت المبادرة أن استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية هبط بنحو 150 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.5 مليون برميل في شهر أبريل. وتقدم السعودية وهي أكبر مصدري النفط الخام في العالم وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرات البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن فرنسا قد تقع في أزمة ديون وتوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية في حال وصول تحالف اليمين المتطرف أو اليسار إلى السلطة في الانتخابات المقبلة ونفذوا برامجهم. تأتي تعليقات لومير في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية غدا لتسمية فرنسا ودول اتحاد أخرى في الاتحاد الأوروبي لعدم احترام قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى محمد ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا.